اهلا وسهلا اصدقائي، تحياتي واشواقي. البارك الجميله هاي اسمها راني ميد بلاجر جراوند، حديقه جميله جدا في منطقه ايجم جنوب غرب لندن، وهذا هو نهر التيمز. I'm doing a video. I'm promoting the area. تشبه هنلي اون ثيمز نوعا ما. شجرة اسمها ويلينج تري، الشجرة الباكية. بإمكانكم طبعا هنا تيجوا طعموا البطاط. يا سلام أحلى هاي البلوت. موجود طبعا في كافتريات وكمان في تويلت. هذا أصدقائي عبارة عن ستاتيو نصب تذكاري للملكة إليزابيث، تم افتتاحه في 2015. موجود هنا في مقهى جميل، عندهم شغلات كثيرة للأكل ومشروبات باردة وساخنة. في ألعاب هنا. موجود طبعا هنا في مصف للسيارات، الدفع عن طريق الكرت أو الكوينز. أحلى إشي في موضوع المشي بين الغابات والحدائق، بتشوف شغلات حلوة جميلة، بيوت مطلة على القناة المائية، إشي رائع جدا. زارعين هنا بندورة وشغلات عباد الشمس. يا سلام، منظر بشرح الصدر. قارب للبيع إذا حدا مهتم يشتري يا جماعة. من جمال المكان بتنسى حالك وسط هاي الأشجار والنهر الجميل والقوارب. هاي القوارب في ناس بيسكنوا فيها، بحبوا الطبيعة. حسنا معكم إن شاء الله، وأعرفكم على أماكن جديدة، حتى التقيكم في مكان جديد وزمان جديد ومعلومة جديدة. See you again.